احمد العطار نجم مصر طبعا لكره اليد. كابتن احمد برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ اسلام، ازي حضرتك عامل ايه؟ وهارد لك. واعتقد ان الخساره متوقعه باعتبار ان احنا بنلاعب يعني منتخب السويد. بص، هو طبعا النهارده الاداء احسن الشوط الاولاني، والشوط الثاني ادينا اداء كويس، ولكن طبعا انا شايف ان منتخب السويد ما هو مش بنفس القوه بتاعت الدنمارك خالص. لا، احنا احسن، احنا عندنا لعيبه احسن، ولكن اداره اللقاء انا شايف ان بوندو يتحمل اداره اللقاء زي امس والنهارده، لان النهارده احنا شايفين مشينا جون بجون لما رساله وصلت للعيبه بعد اللقاء وشجعناهم وقلنا لهم مفيش مشكله، ويمكن الدوافع عند بطل العالم كانت اقوى، ولكن احنا كسبنا السويد في الاولمبياد وهم يعني معظمهم هم اقل مستوى. انت عندك لعيبه مميزه جدا، لعيبه سواء في الملعب او خارج الملعب، شفنا قداح لما نزل الشوط الثاني، فالمدرب مصر على بعض اللعيبه ما بيخرجوش من الملعب، ولكن هو عنده لعيبه يعني مميزه جدا. في فترات كان لازم حميد ينزل ما جنب كريم هنداوي، وفي فترات كان لازم احمد هشام ينزل، ولكن هو للاسف هو مدرب عنيد. اداء النهارده كنا ممكن نخطف السويد، وزي ما انت شفت الشوط الثاني الدنيا قربت لفرق 3 اهداف، ولكن طبعا اللعيبه يحيى الدرع يمكن ما طلعش من الملعب، استهلك فتره كبيره جدا، وكان المفروض في بدايل، ولكن هو ما عرفش ليه ما غيرش، وكان على الاقل يريح يحيى الدرع لاخر 5 دقائق في اللقاء. بتشوف ان المنتخب اليد يقدر ان هو يحقق مركز خامس في البطوله، ولا يعني حسب المواجهات وحسب طريقه الـ هو الـ طبعا احنا هنلاعب كابتن اسلام اللي هيبقى خسران من فرنسا والمانيا. اعتقد المنتخب الفرنسي هيكسب، لان المنتخب الفرنسي هو الاقوى. المنتخب الالماني منتخب قوي برضه، ولكن هم ممكن اجريسيف شويه. ان شاء الله يطلعوا الولاد من حاله طبعا الخساره ماتشين ورا بعض، ان شاء الله باذن الله يقدروا ان هم يتعاملوا مع اللقاء اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. المنتخب الحالي شايف ان هو يقدر يكمل مسيره كره اليد خلال الفترات المقبلة، وامتى هنوصل لمرحلة ان احنا يعني انا بتكلم على بطولة العالم المقبلة ان نصل الى المباريات بقى خلاص النهائية المربع الذهبي او الى كمان الميدالية الذهبية او فضية؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت هو منتخب كويس ويقدر يكمل، وهو مكمل بالفعل، يمكن هو يعني ادى اداء في مصر كمان كويس جدا، وخدنا المركز السابع، وفي الاولمبياد قدرنا ناخد المركز الرابع. اعتقد ان هو المنتخب يقدر، لان انت عندك القماشه كبرت بقى، عندك لعيبه محترفه، وعندك لعيبه بتلعب في دوري المحترفين في مصر، فالقماشه كبرت وبقى في بدايل. يعني عندك في كل مكان في كل مركز 2 و3 لعيبه في مصر كويسين جدا، وفي لعيبه كمان خارج المنتخب زي طبعا يعني شادي والطيار، ولعيبه كتيره جدا موجوده في طبعا اللعيبه المصابه زي يحيى خالد كمان احنا افتقدناه في البطوله دي. اعتقد ان شاء الله لا، المستقبل لكره اليد المصريه، وانا بقول للناس ما تستعجلوش، يعني ان شاء الله باذن الله الفرقه دي ان شاء الله تقدر تدخل المربع الذهبي وتقدر تاخد ميداليه باذن الله في الفترات اللي جايه. النجم الكبير الكابتن احمد العطار، انا بشكرك طبعا، ووصف دقيق ما يحدث او لخساره المنتخب الوطني امام السويد، لكن في النهايه زي ما قلت لك السياسه المتبعه في كره اليد من 10 سنين من 15 سنه تختلف عن السياسه المتبعه في كره القدم، فبالتالي بتلاقي اجيال مختلفه في منتخب اليد، ففي